مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية. سرقة ساعات الإنترنت في العراق. مع اتساع استخدام الإنترنت والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، وصل العالم مرحلة التسابق العلمي والتكنولوجي، وارتبطت معايير التقدم بقدرة الدول على امتلاك أسرار التكنولوجيا والسيطرة عليها. في العراق اتسعت ظاهرة سرقة الملكية الفكرية دون تحرك مؤسساتي، ولم يقتصر التجاوز على الملكيات الفكرية بالإنتاجات الأدبية وحسب، بل صار يتخذ أشكالا عديدة من الانتهاكات وفي مختلف المجالات. وظهرت شركات احتيال عراقية كبيرة ومتخصصة بالتحايل التقني، إذ تقوم هذه الشركات بوضع المحتوى المستهدف على مواقع تابعة لها، ولا تفتح هذه المواقع إلا من خلال زبائن هذه الشركات الذين يقدرون ب3 ملايين مشترك. وكشفت بعض المصادر عن شركات عراقية تسرق الملكية الفكرية، وإن هذه الشركات تقدم خدمات سيئة لا تتناسب مع الأموال التي تجنيها، ولديها عدد مشتركين يناهز 1 مليون أو أكثر، كما وتزود خدمتها لمؤسسات ودوائر الدولة. المصادر المطلعة تؤكد أن هذه الشركات تحصلت على عقود تزويد الخدمة بطرق غير قانونية ومخالفة لشروط وضوابط الترخيص والأمنيات، وقد ارتكبت تلك الشركات تجاوزات كثيرة جدا خلال السنوات السابقة، ومنها عدم دفع مستحقات تأجير الساعات، والتجاوز على ترددات وطنية، ومد كيبلات ضوئية هوائية على أبراج وأعمدة نقل طاقة الكهربائية، والتهرب الضريبي، وعدم كشف الواردات ودفعها بانتظام، ناهيك عن الاحتكار. وإذا لم يتخذ العراق عبر هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات إجراءات سريعة لإيقاف عمل هذه الشركات على أراضيه وبرخصته، فستطاله عقوبات قد يدفع بسببها تعويضات تقدر بمليارات الدولارات. ولذا على الجهات المعنية ووزارة الاتصالات أن تشدد المراقبة الدائمة لإيقاف ما تفعله تلك الشركات لتجنيب العراقي فتح باب جديد للفساد، وإلزام ميزانية الدولة بدفع تعويضات خارجية هي بكامل الغنى عنها. وحينئذ سيفر المتورطون إلى خارج البلاد بعد أن امتلأت خزائنهم بالأموال.